تدوير: يكاد يكون أجمل أجنحة معرض إيكويست ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة جناح مصنوع بكل تفاصيله من النفايات بما فيه السقف والأرضية وكل عناصر الزينة فيه. معرض إيكويست يتم تنظيمه للمرة الثانية على التوالي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. المعرض يضم نخبة من الشركات وبيوت الخبرة العالمية في مجال إدارة النفايات، تقريبا 50 شركة، جميعهم يقدمون أبرز الحلول التكنولوجية التي وصل إليها هذا المجال. ألفاع بوة مياه معدنية وهياكل وحاويات قديمة ومستهلكة ومواد معاد تدويرها جمعت من مراكز التسوق والمدارس إلى جانب النفايات السكنية من مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة لتترجم جهود فريق عمل مركز إدارة النفايات في أبوظبي تدوير المبذولة في سبيل الوصول إلى بيئة آمنة وتحقيق التنمية المستدامة. طبعاً جناح تدوير للمرة الثانية على التوالي أيضاً حصل على جائزة أفضل جناح مستدام في المعرض خلال هذا الأسبوع من حيث طريقة إنشاءه وبنائه. رؤيتنا الاستراتيجية أن نحن نخفض النفايات في إمارة أبوظبي لتصل إلى 1.6 كيلوغرام للفرد في اليوم الواحد بسنة 2030. ولهذه الأسباب حصل جناح التدوير الذي ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030 على شهادة تقديرية من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني خلال الدورة الثانية لمعرض إيكويست بمشاركة 2000 مشتر ومتخصص من قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير وأكثر من 50 شركة محلية وعالمية.